أيها الشباب، إن العالم الذي ترثونه عالم أصبح فيه التعصب والتعنت وتجاهل النظام وعدم احترام القانون شيئا عاديا، حيث نرى العنف والاضطهاد يكمنان في كثير من جوانبه، ونرى الإنسان أحيانا يقنط من مستقبل الإنسانية، ولكننا نعتقد أن اليوم الذي سيهزم فيه ذلك الاتجاه الخاطئ قادم لا محالة. وهذا هو الهدف الذي يجب أن يسعى كل منا لتحقيقه، ونأمل جميعا من أجله.